والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف والمواقع الإلكترونية. البداية مع الشرق الأوسط. كتب علي زين الدين: ارتياح حذر في القطاع المصرفي اللبناني ترقبا لتوزيع منصف للخسائر. يعمل الفريق الوزاري اللبناني المكلف بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على تحديث مذكرة السياسات المالية والاقتصادية وإنجاز النصوص لتسليمها إلى النواب بعد عطلة عيد الأضحى، وبما يتماهى مع التعهدات الشفهية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام لجنة المال والموازنة النيابية يوم الخميس الماضي، والقاضية بإدخال تعديلات يحمل بعضها صفة الجوهرية، لاسيما ما يتصل بحفظ حقوق المودعين في المصارف وبإنشاء صندوق التعافي. ويستعجل ميقاتي بحسب مصادر مالية متابعة فريقيه الوزاري والاستشاري استخلاص صياغة النصوص الجديدة للمذكرة وتعديلات مشروع الموازنة. وأكد مسؤول مصرفي كبير في اتصال مع الشرق الأوسط ارتياح القطاع المصرفي الحذر تجاه الدينامية المستجدة في المقاربات الحكومية وتظهير وجوب تحصين ملف لبنان لدى الصندوق بتوافق وطني عريض يدعم الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في نطاقي إدارة الدولة ومؤسساتها وفي تصحيح انحرافات النقد والمالية العامة، على أن ينطلق من تعاون منتج للسلطتين التنفيذية والتشريعية المعنيتين حصرا بالتدابير الإجرائية وبإصدار حزمة القوانين المكملة لخطة الإنقاذ، كما يؤمن في الوقت عينه الانطلاقة الآمنة لإعادة هيكلة السلطة النقدية والجهاز المصرفي. ننتقل إلى الأنباء الكويتية. رأى النائب إبراهيم منيمني في حديث للأنباء الكويتية أنه في حال تمكن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومته ستكون حكومة مستنسخة عن سابقاتها من حكومات المحاصصة وتقاسم السلطة والشلل العام على كل المستويات، فيما المطلوب حكومة مستقلة عن المنظومة السياسية من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة لكي تتمكن خلال ما تبقى من ولاية الرئيس ميشيل عون اتخاذ قرارات إصلاحية سريعة في مواجهة الانهيار وما دونها، حكومة من خارج القيد السياسي، فنحن ذاهبون حتما إلى الارتطام الكبير. ولفت منيمني إلى أن القوى السياسية أثبتت فشلها في إدارة الدولة، وذلك نتيجة فسادها وارتباطاتها الإقليمية، وما زالت بالرغم من تصاعد عدد الفقراء والجياع والمعوزين والمرضى تعتمد أسلوب المحاصصة وتناتش الحقائب الوزارية عند كل استحقاق حكومي، مؤكدا بالتالي أن التعويل على وعي المنظومة السياسية باطل بالأساس، وحبذا لو تستدرك فشلها وفسادها بالتنحي عن دورها التدميري لصالح مستقلين متخصصين، لا سيما أن البلاد شارفت على السقوط الكامل. وأكد أن كل شيء متوقع مع المنظومة السياسية، لذلك حذرنا سابقا ونحذر اليوم من إدخال البلاد في نفق الفراغ على المستويين الحكومي والرئاسي. ننتقل إلى الراي الكويتية. اعتبرت أوساط سياسية في تصريح لصحيفة الراي الكويتية أن اللقاء التشاوري بدأ بروتوكوليا في الشكل في ضوء مستوى المشاركة العربية والخليجية، حيث تمثل أقل من نصف الدول 21 بوزراء الخارجية، وغاب 4 من وزراء دول مجلس التعاون، فيما جاء حضور وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر مدفوعا باعتبارات عدة، بينها أن الكويت هي عرابة المبادرة الخليجية العربية الدولية لمعاودة وصل ما انقطع بين لبنان ودول مجلس التعاون عقب أزمة عاصفة استمرت لأشهر وفق بنود 12 ما زالت بيروت قيد الاختبار فيها. أما مشاركة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فسبقها إعلان الدوحة دعم الجيش اللبناني ب$60 مليون. الأوساط اعتبرت أنه لا يمكن إغفال معاني غياب غالبية رؤساء الدبلوماسية عن الاجتماع الذي لم يتناول ملف حزب الله وسلاحه، وهو ما اعتبر أيضا مؤشرا إلى أن المطلوب من لبنان على هذا الصعيد بات معروفا، ويبقى المدخل لاستعادته الدعم الخليجي تحديدا للدولة في ضوء ما تواجهه من تحديات بات للخروج منها ناظم مشترك عربي دولي عبر منصة اتفاق لم يكتمل بعد مع صندوق النقد الدولي، وسيحتاج تفعيله لمساعدة مضمونة مانحة. وننتقل إلى الأنباء الإلكترونية التي كتبت:
نقلا عن مقابلة طبعا مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، الذي وصف في حديث للأنباء الإلكترونية زيارة وزراء الخارجية العرب إلى بيروت بالبروتوكولية، قائلا: لو كانت الدول العربية تحديدا الخليجية قد استعادت العلاقة مع لبنان في سابق عهدها فهناك 100 طريقة لاستعادة هذه العلاقة، ولكن طالما لبنان يتبع نفس النهج وطالما أنه غير قادر على منع الإساءات بحق دول الخليج بالتحديد السعودية، فهذا يعني أنه ليس هناك شيئا اسمه دولة، فلا ينتظر لبنان أي مساعدة من العرب، وقد أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم يساعدون الشعب اللبناني فقط، وطالما أنه ليس هناك مبادرة من الدولة اللبنانية باتجاه الأشقاء الخليجيين فعبثا الحديث عن مساعدات تأتي إلى لبنان من الأشقاء العرب، معتبرا أنه حتى اجتماع وزراء الخارجية العرب لا يدل على وجود مبادرة ولا على فتح صفحة جديدة. وتعليقا على الموقف العربي أيضا، أشار الكاتب والباحث السياسي لياس الزغبي في حديث للأنباء الإلكترونية إلى أن حقيقة زيارة وافد وزراء الخارجية العرب إلى لبنان لا تتعدى الشكل إلى الجوهر، فلنسجل أن هناك غيابا وازنا لوزراء خارجية عرب من الدرجة الأولى، فالاجتماع التشاوري وليس رسميا لا يصدر عنه توصيات ولا مقررات بالنسبة للبنان، وبالتالي لم تكن سوى محطة بروتوكولية طالما أن لبنان يرأس مؤتمر وزراء الخارجية العرب. وإذا كان هناك من إشعاع صغير لإعادة العلاقات العربية اللبنانية إلى سويتها فإن ذلك لا يكون خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات الرئاسية. وننتقل مع جيروزلم بوست العبرية ونختم معها، حيث أشارت صحيفة جيروزلم بوست إلى أن إسقاط إسرائيل لثلاث طائرات من دون طيار له علاقة متزايدة بتهديدات إيران وحزب الله في المنطقة، تحديدا محاولات الحزب لاستهداف منصات الغاز قبالة سواحل إسرائيل. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه على مدى السنوات الماضية وسعت إيران بسرعة برنامج الطائرات من دون طيار الخاص بها، وشجعت وكلاءها في المنطقة على تطوير تكنولوجي للطائرات من دون طيار الخاصة بهم. غالبا ما تكون هذه الطائرات من دون طيار طائرات كاميكازي، مما يعني أن لديها رأسا حربيا ومصممة للطيران نحو هدفها. وأوضحت أنه ظهر تهديد الطائرات من دون طيار ضد إسرائيل ببطء على مراحل وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، وأن حزب الله يستخدم الطائرات من دون طيار منذ سنوات عديدة لكنها أصبحت أكثر تطورا بشكل متزايد وخطير. ورأت الصحيفة أن تهديد الطائرات من دون طيار اليوم هو جزء من التهديد الإيراني الأوسع نطاقا. وتعليقا على هذا الحدث بالأمس، معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الركن دكتور هشام جابر. صباح الخير جنرال. ألو. صباح الخير. صباح الخير، بس الخط سيء، إذا ممكن يطلبني مرة ثانية، خط كتير عم بقطش. نعم، ما عم تقدر تسمعني منيح، ما بعرف إذا فينا. هلا عم نعم. جنرال، كان لافت الخطوة اللي صارت امبارح، وهو إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة من أحجام مختلفة، وبيان حزب الله يقول المسيرات أنجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة. تأتي هذه الخطوة في الوقت المستقطع الذي ننتظر فيه جواب هوكستين على الطرح اللبناني بالنسبة للترسيم البحري، كيف تقرأ ما حدث؟ يعني اولا تاخر جواب العموس هوستين يظهر انه متاخر. نعم. ولن تعود المفاوضات قبل سبتمبر، قبل ايلول. انا ارى هذه المسيرات رسائل جويه مسجله باسم حزب الله باتجاه الكيان الاسرائيلي، ولاول مره يعلن حزب الله رسميا، يعني كان لا يمسي ولا يؤكد. نعم. انطلاق مسيرات، وحتى سمى هذه العملية بأسماء اثنين من شهداء جميل سكيف ومهدي يغيو، ووضع نبذة عن حياتهم. هي مسيرات غير مسلحة كما قلنا. إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي قال أنه دمر إحدى المسيرات وسرب فيديو بهذا المعنى، يعني إذا، وقال اعترضنا ثلاث مسيرات. نعم. فإذا كانت نجحت مسيرتان بالتحليق وبأخذ الصور وإيصال الرسالة وعادت سالمة، فهذا الوضع أنا برأيي مهم جدا وخطير جدا ويجب التوقف عنده.
كان حزب الله يقول لإسرائيل نحن هنا. نعم. المرة المسيرات غير مسلحة، وفي المرة القادمة يمكن أن تكون مسلحة. عبارة غير مسلحة الهدف منها أن المرة المقبلة ستكون مسلحة؟ نعم حتما، والمسيرات على أنواع كما تعرفين يعني. نعم. منها صغير ومنها كبير، وكذلك يعني مجرد إرسال مسيرات من ثلاثة أنواع تعني الرسالة أن حزب الله يملك أنواع عديدة حتى من مسيرات الاستطلاع. نعم. برأيك جنرال، هذه الخطوة أتت لأن الجواب سيتأخر؟ يعني حسب ما عرفنا أن هوكستين حتى بعد لم يسلم المقترحات أو بالأحرى الطرح اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي. نعم صحيح، يعني وكمان بخرة التنقيب لا تزال في البحر، يعني يقول بعضهم أنه بدأت في التحضير للتنقيب، يعني فأتت هذه الرسالة الوقت هذا الوقت الضائع، إذ ربما تبدأ الباخرة اليونانية بالتنقيب قبل جواب الموفد الأمريكي هوكستين. نعم. هكذا يعني ورد من أنباء، فأنا برأيي الوقت أو التوقيت جاء مدروسا بدقة. نعم. حضرتك قلت أنه قبل أيلول برأيك لن يكون هناك جواب، ونحن بنعرف أنه بأيلول سيتم التوزيع، يعني سيتم السحب وبدء مباشرة سحب الغاز وتوزيعه أو استخدامه، يعني برأيك هناك نوع من اتفاق ما يجري؟ ربما، لأنه وزير الخارجية عندنا عبد الله أبو حبيب يعني اليوم سمعت تصريح لأيلول يقول أن المفاوضات ستبدأ وتستمر في شهر أيلول. نعم. كان واضح. نعم. لهذا السبب. إذن يعني مثل كأنه نحن عم نخسر هيدي المرحلة، ويأتي برأيك فقط كتوجيه رسالة. لماذا برأيك يعني تم الإعلان تحديدا، وبرأيك هذا الإعلان ممكن أن يتبعه فعلا إعلان حربي، خصوصا أنه رأينا في الفترة السابقة أن حزب الله لم يتدخل بشأن الخط 29 وخط 23، وقال أنه خلف قرار السلطة والدولة. جنرال يبدو أنه التواصل مع العميد الركن دكتور هشام جابر قد انقطع. إذن للأسف، إذن منشكره للخبير العسكري العميد الركن دكتور هشام جابر، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة. فاصل، نتابع بعده الحدث مع الزميلة سمر أبو خليل.